شو اللي تغير في حياتك قبل الزواج وبعد الزواج وكيف تعيش كارول الأمومة؟ بتعرفي أنا بقول إنه لألي لكارول بعرف إنه الأمومة مهمة لمعظم النساء أغلبهم، بس في ناس إنه في نساء زيادة هالموضوع مهم لإلهم، أنا منهم. يعني أنا كان حلمي كبير لإلي الأمومة، ولا يوم نسيت هذا الشيء. بعز نجاحي، بعز شغلي، كتير كان عندي شيء بريوريتي إنه أنا أكون أم. أنا بحاجة جسمي، أحساسي بحاجة ليكمل مع الأمومة. فبعد ما أجي تعالى بقدر أقولك حاسة بين جواتي أهدى، بلو كالم. يعني أنا على طول نار نار نار، هالنار اللي فيه رايق للأحسن، زين شوي، ما بقى حاسة بأمان، هيك عطيتني دفى، حاسة إنه الحياة صار لها معنى أعمق، وبوجود كمان وليد اللي عطيني زوجي، يعني اللي عطيني كتير استقرار كمان. ربي فضلهم لك، تالا موجودة معنا.